تمريرات عبقرية عندما يستخدم اللاعبين الذكاء في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام. لتعطي تمريرة ذكية تخترق دفاع أي فريق في العالم، يجب أن تكون ذا ذكاء عالي وذا قدم سحرية، ويجب أن تكون متفطنا لهذه اللعبة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد عندما يستخدم اللاعبين الذكاء في عالم كرة القدم ويعطوا تمريرات عبقرية. لنبدأ. في مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة، تير شتيغن يرسل هذه الكرة بمرتدة رائعة إلى غريزمان، والذي ينطلق ليضع هذا الهدف في الشباك. الحارس أليسون بيكر يستغل تقدم لاعبي توتنهام ويرسل هذه الكرة لمحمد صلاح بدون تسلل بتمريرة متقنة للغاية، لينطلق محمد صلاح بهذه الكرة ويسجل هدفا في الشباك. تمريرة رائعة بوجه القدم من هذا اللاعب إلى زميله، شاهدوا هذا الإتقان بهذه التمريرة الرائعة. لاعب أتلتيكو مدريد يعطي جواو فيليكس هذه التمريرة الطولية الرائعة والمميزة لينهيها الأخير هدفا في الشباك. انظروا كيف كسر التسلل بهذه التمريرة. تمريرة في غاية الروعة من ساديو ماني لاعب ليفربول إلى زميله، الذي تصله على رأسه مباشرة ليضع الهدف في الشباك. هنا تمريرات متقنة من لاعبي برشلونة بكل روعة، لتصل في النهاية إلى فيدال، والذي يعطي الكرة إلى ميسي بالكعب، والذي ينهيها هدفا في شباك فريق غرناطة. هنا دي ماريا وبوجه القدم يعطي كرة إلى كيليان مبابي، والذي يضعها بطريقة ساحرة في الشباك. هنا لاعب تشيلسي يرفع هذه الكرة أمام هذا اللاعب، والذي ينطلق بسرعة بتمريرة مميزة، ثم يقوم بضرب الكرة لتدخل هدفا في الشباك. انظروا إلى روعة هذه التمريرة المميزة. تصل الكرة إلى ساديو مانو ليعطيها إلى فيرمينيو ليقوم بهذه التمريرة بالأقدام المتعاكسة بطريقة مميزة ورائعة جدا، لكن الحارس في النهاية يصطد هذه الكرة. تمريرة رائعة ومميزة بوجه القدم من جارث بيل إلى كريم بنزيما، والذي ينهي الكرة بكل روعة في الشباك. صاحب أفضل تمريرات في العالم ليو ميسي، انظروا إلى تمريراته الرائعة وكيف أعطى هنا جوردي ألبا هذه الكرة، لكنه لم ينهيها في الشباك. انظروا إلى هذه التمريرة المتقنة بوجه القدم من هذا اللاعب ليكسر بها كل التسلل. انظروا إلى هذه التمريرة، لكن المدافع في النهاية أخرج الكرة. تمريرة ميسي الرائعة والمميزة إلى اللاعب فيدال، والذي يسقط الكرة مباشرة في الشباك. تمريرة ساحرة حقا. دي ماريا يرسل هذه الكرة إلى كافاني، الذي ينهيها في الشباك بطريقة مميزة للغاية. انظروا إلى التمريرة المتقنة هنا. هنا كيفن دي بروين يقوم برفع الكرة بهذه الطريقة، تمريرة مميزة لتصل إلى زميله، والذي يقوم بغرسها بالشباك. انظروا إلى هذه التمريرة الرائعة من لاعب ليفربول، الذي يوصلها إلى صديقه بهذه الروعة. شاهد هنا ساديو ماني يعطي هذه البينية المميزة لطريقة زميله الدفاع والحارس، ويضع هدفا في شباك خالية. يتقدم هذا اللاعب بالكرة، لكنه ظنها أنها ستخرج والمرمى خالي، لكن صديقه يقوم بإرسالها للخلف قبل أن تخرج عن الخط ليضعها الأخير في الشباك. انظروا إلى هذه التمريرة المميزة والطويلة من اللاعب كيفن دي بروين إلى زميله رحيم ستيرلينغ، والذي يضع الكرة بكل روعة برأسه في الشباك. أحد أجمل التمريرات الطولية التي من الممكن أن تراها، لكنها لم تختتم بهدف رائع. هنا تفاهم كبير بين لاعبي ليفربول، فانظر إلى فيرمينيو بعد أن استلم الكرة كيف مرر الكرة إلى محمد صلاح. شاهد تمريرة راشفورد الرائعة بالكعب إلى زميله، الذي أنهى الكرة في الشباك. لاعب أياكس أمستردام يقوم بوضع هذه الكرة وتمريرها إلى زميله بهذه الطريقة، ليضعها الأخير هدفا برأسه في الشباك. انظروا إلى روعة التمرير هنا.
هذا اللاعب وبوجه قدمه يعطي الكرة إلى زميله، والذي على الطائر يقوم بضربها لتدخل هدفا مميزا. هنا لاعب ليفربول يقوم برفع الكرة بهذه الطريقة ليعطي تمريرة رائعة إلى فيرمينيو الذي يقوم بوضع الكرة في شباك ليستر سيتي. انظروا ماذا يفعل كيليان مبابي هنا، يعطي الكرة إلى نيمار بالكعب والذي يقوم بالدخول ويخترق الدفاع ويسجل هذا الهدف الرائع. هنا تمريرة مضحكة من نيمار بمؤخرته إلى زميله في الفريق. هنا ديلي آلي وقبل أن يسقط على خط التماس قام بهذه التمريرة الصعبة إلى زميله المنطلق، إنه تفكير مميز ورائع حقا. هنا لاعب تشيلسي وبعد أن وصلته الكرة يقوم برفعها مباشرة إلى زميله ليعطيه هذه التمريرة، والأخير يضع هدفا في الشباك. هنا مدافع ليفربول يعطي هذه الكرة الطولية، فانظروا إلى الكنترول الرائع من لاعب ليفربول، تمريرة مميزة حقا. تمريرة جد رائعة من كيفين دي بروين لتتسلل وسط الدفاع وتصل إلى الكون أغويرو الذي يضعها هدفا في الشباك. انظروا إلى تمريرة نيمار الرائعة بهذه الالتفافة المميزة، تفاهم رائع من ديبالا وهيغوائين بتمريرات مميزة للغاية. انظروا كيف وصلوا إلى النهاية ووضعوا هدفا رائعا بهذا التفاهم والرونق الرائع. هنا في مباراة منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو وبعد أن وصلته الكرة يقوم بتمريرها بصدره إلى زميله، ولكن الأخير لم يتعامل مع الكرة جيدا وأضاع هذه الفرصة. انظروا إلى روعة هذه البينية المميزة والتي وصلت إلى هذا اللاعب، لكنه لم يستغلها جيدا. لكن انظروا إلى روعة التمريرة هنا. هنا تفاهم رائع بين اللاعب فالفيردي وكاسيميرو ليعطيه هذه الكرة بالكعب لينطلق كاسيميرو ويضع كرة مميزة في الشباك. هنا لويس سواريز يقوم برفع الكرة إلى فيدال الذي ينهي هذا الأخير الكرة بشكل رائع في الشباك، تمريرة رائعة بوجه القدم من لويسيتو. انظروا إلى التفكير الرائع من كوتينيو بهذه الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي ينطلق بها ويضع الهدف في الشباك. تمريرة بغاية الروعة يخترق اللاعب بها الدفاع، فشاهدوا هذه البينية المنظمة، لقد أنهاها بهدف مميز حقا. شاهدوا التناغم الرائع بين لاعب يوفنتوس في هذه التمريرة إلى كوادرادو الذي يضع الكرة بطريقة مميزة في الشباك. هنا لاعب تشيلسي يعطي زميله هذه التمريرة، مجرد أن وصلته الكرة بهذه الطريقة الرائعة يرسل له هذه البينية، تمريرة مميزة خلف ظهر المدافعين بطريقة رائعة، يرسل هذا اللاعب برأسه إلى زميله لينهي أغويرو هذه الكرة في الشباك. شاهدوا روعة هذه التمريرة من لاعب توتنهام إلى زميله بالفريق، تمريرة جد مميزة من لاعب ليفربول إلى زملائه، لكنهم لم يكونوا متفاهمين لتضيع هذه الفرصة. انطلاقة مميزة وساحرة من لاعب ريال مدريد، فانظروا إلى هذه التمريرة من بنزيما بالكعب إلى زميله لبناء الهجمة، تمريرة رائعة ومميزة بوجه القدم من لاعب أرسنال إلى زميله، انظروا كيف وصلته الكرة. تمريرة طويلة من لاعب ليفربول غير بها مسار الملعب، انظروا إلى الدقة المتناهية والكنترول الرائع في هذه التمريرة. انظروا إلى هذه التمريرة الطولية من كريستيانو رونالدو بوجه القدم إلى هيغواين، تمريرة متقنة حقا. انظروا إلى هذه الانطلاقة المميزة من هذا اللاعب وكيف قام بإرسال الكرة دون أن ينظر إلى زميله ليعطيه انفرادا من وسط الملعب، تمريرة ساحرة من مدافع ليفربول إلى محمد صلاح، انظروا إلى الإتقان والروعة في هذه التمريرة. هذا اللاعب وبعد أن استلم الكرة قام بإرسالها إلى زميله، لكنه لم يكن موفقا بما فيه الكفاية لوضعها في الشباك. انظروا إلى روعة التمريرات بين لاعبي ليفربول، انظروا كيف أخرجوا الكرة من المدافعين.
لاعب مانشستر يونايتد يقوم بمراوغة لاعب تشيلسي ويرسل هذه الكرة، ويقوم زميله بوضعها برأسه في الشباك هدفا رائعا. هنا كيفين دي بروين يقوم بإرسال هذه الكرة لتتخطى المدافعين وتصل إلى زميله الذي أنهى الكرة في الشباك. انظروا إلى هذه التمريرة المميزة والرائعة جدا. هنا هذه التمريرة الدقيقة من ليو ميسي إلى اللاعب دي يونغ، فانظروا كيف وصلته الكرة ووضعها في الشباك. هنا محمد صلاح يراوغ اللاعبين ويعطي تمريرة ذكية ورائعة بكعبه إلى زميله. هذا اللاعب والذي ظن الجميع أنه سيبعد الكرة قام بتمريرها إلى زميله على الجهة اليمنى من الملعب. هنا لاعب برشلونة وبدون أن ينظر إلى الملعب قام بتمرير الكرة بكل روعة إلى زميله. هنا كريستيانو رونالدو وبعد أن وصلته الكرة يقوم بتمريرة رائعة بالكتف. هنا تصل الكرة بين لاعبي ليفربول، فانظروا ماذا فعل فيرمينيو وكيف قام بلف الكرة إلى زميله. انظروا إلى التفاهم الرائع بين لاعبي أرسنال وكيف أخرجوا الكرة من بين المدافعين بطريقة سلسة ومميزة. هنا تمريرة طولية من هذا اللاعب، فانظروا كيف أعطاها لزميله الذي وضعها الأخير في الشباك. هنا بوسكيتس يعطي الكرة إلى سيميدو بطريقة وبينية مميزة للغاية لتصل إلى غريزمان والذي ينهي الكرة في الشباك. تمريرة في غاية الروعة كسر بها لاعب أرسنال التسلل لتصل إلى زميله والذي ينهي الكرة مباشرة في الشباك. هنا تمريرة ساحرة من توني كروز إلى فينيسيوس والذي قام الأخير بضربها لترتطم بالمدافع وتدخل هدفا. هنا ميسي يعطي هذه البينية الرائعة والمميزة إلى زميله ليصل إلى المرمى ويضع هدفا في غاية الروعة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.